السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبراء مغاربة في مجال الزراعة ومجال الفلاحة وصلوا لحد النتيجة أنهم مشاو استوردوا واحد الحشرة من المكسيك اللي سميتها الدعسوقة المكسيكية. هاد الحشرة اللي كنا كنسميوها يا مسعودة وكنا كنسميوها يا الطوبيس، والغالب ديال المغاربة كيعرفوا هاد التسميات هذه. هي ديك الحشرة الملونة صغيرة كتطير بين الورود والنباتات. هاد الحشرة هذه كتاكل الحشرة ديال الدودة القرموزية اللي قضت على هكتارات من التين الشوكي او ما يسمى عندنا حنا الكرموس او الهندي. هاد الحشرة القرموزية اللي قضت على هكتارات كثيرة، وهادشي كان متعمد ومقصود هادشي من طرف واحد الناس، من طرف شركات جات لبلادنا هي دارت هاد المشكل هذا باش تحتكر على التين الشوكي في مزارع خاصة، ووصلت الثمن ديالو أو السعر ديالو إلى 6 ديال الدراهم. 6 ديال الدراهم كرموسة واحدة، يعني نبتة كرموسة واحدة فاكهة واحدة وصلت ل 6 ديال الدراهم، وهادشي ما أنزل الله به من سلطان. هذا هو الاحتكار اللي كان تكلموا عليه. هاد الناس هادو داروا لك مرض، قضوا لك على هكتارات بعد ما كانت كتباع في الأول عبدرهم وجوج دراهم، الآن وصلت سعر قياسي 6 دراهم، وخا تكون تسقى بالماء ديال الذهب ما تتباعش ب 6 دراهم. عموما هاد الشركات راه كيجيو يستوردوا في بلداننا باش يدمروا الزراعه ديالنا، باش يدمروا المنتوج الوطني ديالنا، باش يحتكروا السوق وما يخليوش داك المزارع الصغير يخدم او المزارع الصغير يتطور نفسه، ما يخليوش، يقضيو عليه. وهادشي هاد الخطه هي اللي كاينه في بلادنا وكنشوفوها في بلادنا حاليا. عموما هم رجعوا للطبيعه، لان الطبيعه هي كلشي. مشاو استوردوا هاد الحشره هذه وجابوها للمغرب، وهاد الحشره دابا بدات كتعطي النتائج ديالها. هاد الحشره اللي كنتكلم عليها هي اللي قلنا لها سميتها هي الطوبيس، كنا كنسميوها حنا في النواحي ديال كازا الطوبيس، النواحي اخرى كيسموها مسعوده، وما عرفتش انا حيت كل المكان عنده لهجه، ما عارفش انا المناطق الاخرى اش كيسميوها. عموما هاد الحشره هي اللي كدير لنا داك التوازن الطبيعي، وهاد التوازن الطبيعي هو اللي قضات عليه هاد الشركات. الشركات قضات لنا على التوازن الطبيعي اللي عند منا وفينا من الارض. الارض كتعطيك واحد الحشره، وهذيك الحشره كدير لك كتعالج لك التربه، وكتقضي لك على النباتات المضره، وكتقضي لك على الحشرات المضره. هاد الحشره هذه قضاو عليها هما، هي باش ولات عندنا هاد الحشرة القرموزية اللي خرجات على الهكتارات، خرجات على الفلاح الصغير اللي كان كيترزق الله من هاد الصبار او الكرموس او الهندية. هما الهدف ديالهم هو القضاء على الفلاح الصغير المزارع الصغير. الان وصلوا للعلم وبالخبرة او بالخبراء، وصلوا ولقوا الحل، ان لا حل سوى اللجوء للطبيعة نفسها. وهذا الشيء اللي كنت نتكلم عليه في جميع المحتويات ديالي، كنت نتكلم على التوازن الطبيعي، وهذا الشيء اللي كنت نتكلم عليه أنا شحال هذه احنا وصلنا له. وحتى في مجال الطيور راني تكلمت على هذا الموضوع هذا ديال أنه ولينا كنشوفوا الحسانية كتباع، ولينا كنشوفوا الليتروك اللي هو البلبل كيتباع، ولينا كنشوفوا الشحرور اللي هو الجحمومية كيتباع. وهاد الطيور الثلاثة كلهم هذ كيديروا لنا توازن طبيعي في الطبيعه، لان هاد الطيور هذه كتغدى على الدود الديدان، على الخنافس، على الذباب، على الحشرات المضره. وهادشي راه من هنا لقدام عاد غنوصلوا للنتائج ديال هاد المشكل هذا، وغنجنيو ما زرعنا او ما حصدنا. سنحصد ما زرعنا اللي هو القضاء على التوازن الطبيعي، لانك تعرفوا الحسانيه كتغدى على الذباب، على داك كما كيقولوا حنا اش كنسميوه حنا اللي كيقرص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يذكرنا في الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي كتاكل لنا هذه الحشرات هذه، وكتاكل لنا واحد الانواع ديال الخنافيس، واحد الانواع ديال الحشرات اللي كتضر بالصحه، كتضر بصحة الطبيعة والنباتات. ولكن للأسف حنا كنشوفوا هادشي كيتباع في السوق، ما حتى واحد ما هضر، حتى واحد ما تكلم. عموما هذه رسالة لمن يهمه الأمر،
وهذه رسالة لمن يحب الأشياء الهادفة. كنتمنى أنكم تدعمون على أدرة واحد المنشور على الإسلام، على إسلام جون جاك غوسو. وأنا عارف أن الخوارزميات ديال اليوتيوب ما كتبغيش شي حاجة إسلامية تبان، ما بغاش للدين أنه يبان، ولكن أنا غادي نبقى ننشر في هذه المنشورات. تدير الله تعويل لي الخير، لأن الغاية من هذه الصفحة عندي، الغاية منها هو إرضاء الله عز وجل، هو ندير شي حجة أمام الله سبحانه وتعالى، رغم أنه يعلم ما يعلم كل شيء. كنتمنى توصلكم هذه الرسالة، وكنتمنى تتفاعلوا معنا، كنتمنى تعاونونا على المحتوى الهادف. كنتمنى ما تدمروناش، كنتمنى تعطونا جرعة هذه المعنويات وتخليونا نزيد القدام وتخليونا نديروا محتويات هادفة. كنتمنى ما تشجعوش تفاهة، الله يجازيكم بخير. كندخلوا صفحات تافهة ما كنلقاو فيها والو، وكنلقاو نسبة المشاهدة 100,000 120,000. احنا راه كنديروا شي حاجة كترضي الله عز وجل، ما كنشوهوا لا بلاد، ما كنصوروا شي واحد، ما كنعيروا شي واحد، ما كنسبوا شي واحد، ما درنا حتى شي حاجة اللي خايبة. فكنتمنى انكم تساعدونا على المحتوى الهادف، الله يجازيكم بخير، وفضلا وليس امرا. بارك الله فيكم، والسلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته.